نقترض المليارات مرة أخرى، لكننا سنقع في نفس الفخ من جديد بعد سنة من الآن. سنة من الآن هتقع في نفس الفخ، وإحنا عملنا التعويم 3 4 مرات، لكن بما أنه لم يحدث تغيير حقيقي في السياسات فإحنا بنرجع لنفس الدائرة. أنا بطرح الأسئلة، وهذه الأسئلة مش أنا اللي جاوب عليها، يجب أن تجيب عنها الحكومة. أنا لا أملك الإجابات، لا فيش إعلامي يملك الإجابات، ما فيش خبير اقتصادي يملك الإجابات. الحكومة بمستشاريها، بمستشاري الرئيس، بكل الناس القائمة على السياسات الاقتصادية هي التي تملك الإجابات. الحكومة عندما نلتقي بها لديها ثقة ولديها أمل أنها ستخرج من هذه الأزمة. مرة أخرى، هذه الثقة يجب أن تخرج في صورة برنامج واضح دقيق بمواعيد بتوقيتات، ليس فقط مجرد تطمين إن شاء الله ربنا هيسترها معانا. لا، هو إن شاء الله ربنا يسترها معانا وكل حاجة، ده كلام جميل، لكن تاني ده أكل عيش الناس وحياتهم. ومرة أخرى، بدون تغيير في السياسات الاقتصادية فما يحدث ما هو إلا محاولة للخروج فقط من عنق الزجاجة دون أفق للمستقبل. يلا نبتدي الحلقة.